إذا حابب تشتري كوينز وتظبط تشكيلتك لفريق الموسم، عندك موقع U7Mai من أضمن وأرخص المواقع لبيع الكوينز وسريع بالتسليم وآمن، وعاملين عروض خرافية بمناسبة فريق الموسم. رابط الموقع بالديسكريبشن، وأيضا موجود كود خصم استخدمه عند الشراء بيخصم لك خصم زيادة 5%. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا روستر جيمر معكم اليوم بمقطع جديد. اليوم يا جماعة الخير عندنا تحدي فوت درافت وفكرة مختلفة نوعا ما. اليوم تحدي فوت درافت أبطال الدوريات الخمسة الكبرى. طبعا عندنا أبطال الدوريات الإيطالي والألماني والإسباني والفرنسي والإيطالي أو الفرنسي تقريبا والألماني. المهم عندك بطل الدوري الإسباني ريال مدريد، الدوري الإنجليزي عندنا مانشستر سيتي، الدوري الألماني بايرن ميونخ، والفرنسي باريس سان جيرمان، والإيطالي نعم يا سادة البيج ميلان بعد 11 موسم كامل. مبسوط جدا لميلان صراحة انه فازوا يعني بالسكوديتو. فالفكرة انه رح نحاول نبني تشكيلة من ابطال هاي الدوريات، يعني تشكيلة من خمس دوريات، يعني تناغم صفر. الفكرة مجنونة جدا ورح تعجبكم. المهم بدنا نوصل على لايكات على المقطع، خلونا نوصل المقطع على 40,000 لايك، اشتركوا بالقناة اذا ما كنتم مشتركين، ما بدنا نطول اكثر بالمقدمات، خلونا نبدا. هات نشوف، بسم الله. طيب هات نشوف اي خط، ما في ولا خطة فيه اجنحة، ايش في؟ باستن وزولا وجورج بس. تعالي بس تعالي بس تعالي بس. طبعا الايكونز عادي يعني معروفه. اليوفي لا والانتر لا يا جماعه، بدي من ميلان انا، شو بدي من اليوفي؟ جايبين لي ثلاث لعيبه من اليوفي. تعالي يا سانشيز. طيب اوه الحكومه، حلو، من ريال مدريد، اول لاعب من مدريد، ممتاز ممتاز. يعني نحن عندنا مدريد ماشي، وعندنا السيتي، وعندنا بايرن، وعندنا باريس، وعندنا ميلان، فبدنا لعيبه من هي الفرق ماشي. طلعنا من ريال مدريد الان، بدايه حلوه. نيمار وميليتاو، يا سلام يا سلام، حلو، لاعبين من مدريد. الله يخرب بيت الشغله. مولر، في فودين يا جماعه، بس فودين العادي كمان. والله مولر بيض يا شباب، استغفر الله. يلا مشان يكون عندنا لعيبه من بايرن نجيب مولر الكامل يسار. يا رب ايكون سقراط، حلو، الثمانين. طيب ناخذ سقراط ماشي، بفيد بفيد يا شباب بفيد. تونالي اخيرا من ميلان، يا سلام، حلو حلو. في كان في باراديس، بس يلا ناخذ من ميلان. والله بدي ايكونز لازم مشان تناغم. اوه دي هرنانديز ومينان، يا سلام يا سلام، تشكيله الميلان يا شباب، تشكيله الميلان. جيب جيب جيب، ناقصني سيبي من ميلان، يا سلام سعاده. تيتي لسه عم يلعب لهلا يا جماعه، هذول اخذوا الدوري الموسم الماضي. طيب ما في حدا متصدر هذول، ها والله من العفن والله. طيب اوكي جريليش، لازم ناخذ جريليش. نفيخه تعال، عندنا ميليتاو رهيب. ماركينيوس حلو، ماركينيوس وألابا يا جماعه، ماركينيوس الحلو فيه انه بيشبك بيشبك مع ميليتاو، وهذا بيشبك مع ميليتاو كمان، بس يعني مشان يكون عندنا لعيبه من باريس بالمره خلينا ناخذ الماركينيوس ماشي. والله تشكيله ميكس يا جماعه، وما في تناغم بالمره، التناغم تعبان. يا حبيبي يا حبيبي، ما في واحد يساعد. كنسلو، يا سلام يا سلام، يا ريتني اخذ فودين، يا الله. يلا يلا من السيتي يا شباب، من السيتي من السيتي، يعني عندنا الان من ريال مدريد، عندنا من بايرن ميونخ، عندنا من ميلان، وعندنا من باريس، وعندنا من السيتي، يعني عندنا من كل الفرق تقريبا. صار خلص ممتاز هيك، هذا اللي بدنا اياه. لوكا لوكا لوكا، يا سلام، تعال تعال يا مودريتش، حياك يا مودريتش، والله ممتاز. وعندي خورخ بيست بينزل هون حاليا يعني، بس مشان التناغم، الظهير اليمين. اوكي ما في ولا حدا هون اخذ الدوري. يلا هذا لا ايبار هابطين يا اخي، الفيس بطيء وحالته حاله، وين بدي يلا بيشبك مع ميليتاو، يلا يلا اخضر مع ميليتاو. بس حارس السيتي، حول ولا قوة الا بالله. انا بعرف التناغم رح يكون تعبان، طبيعي يا جماعة حيكون التناغم تعبان، لانه التشكيلة من خمس دوريات ماشي، عندك دوري اسباني ايطالي الماني فرنسي، كل شيء كل شيء ما شاء الله. فودين، ندفد 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 ندفد، والله انا شكلي رح اخذ فودين يا شباب. ليش منار رح تاخذ فودين؟ لانه حيشبك مع كانسيلو 10، عرفتوا؟ تعال حلو، هلا هيك كانسيلو 10. تونالي يا اخي مسكين، شلون بدنا نشبكه؟ والله تشكيله دوريات كثيره، يا ساتر. حارس، يا رب يا رب حارس من فريق متصدر هيك يكون مثل الناس. اوكي ما طلع لي ولا حارس من فريق متصدر، شكرا شكرا. يعني بدي اضطر لعب هذا الحارس ابو 77 بالدرافت ويجلطني، يا سلام يا فرحتي انا يا فرحتي. يلا ماشي تعال يا رب. روبرتسون، لا لا، اوه منيح منيح ما طلع حدا فريق متصدر ولي. اوكي اوكي ما. يلا يلا ماشي. مشكلة ليفربول يا جماعة مليان لعيبة قوايا، واخر شيء ما لهم متصدرين او ما اخذوا ما فازوا بالدوري خلينا نقول.
فيرت 92 والله حلوة الطاقات يا جماعة، حلوة الطاقات. عندك بورتو كمان متصدر الدوري تبعه صح؟ تقريبا بورتو متصدر، بس احنا مو حاسبين الدوري البرتغالي، حاسبينه والله ما بظن اننا حاسبينه نحن يعني. يب بورتو اللي متصدر الدوري، هو خلص الدوري تبعه اصلا؟ يب بورتو اللي اخذ الدوري. حلو حلو. طيب رح ناخذ دياز لانه بورتو اخذ الدوري ماشي يعني، ما ادري ليش بس اوكي. ولو لو 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 ما بقدر اخذ صلاح. يا سلام، بقدر اخذ ستيشكوف يا جماعه، بقدر اخذ ستيشكوف لانه ايكون عادي تمام، والله عادي اخذ ستيشكوف ولا لا، ولا ناخذ وجوينشتايجر عادي، بايرن ميونخ يعني، والله ما ادري مين اخذ. شو رايكم؟ انا معي جوكر حتى ما استخدمه، والله ما ادري شو اخذ. بس صلاح وين بده يلعب؟ ار دبليو، ما عندي ار دبليو بالخطه اصلا. ستيشكوف بيزود لي التناغم، بيعطي فودين 10 وبيعطي بنزيما 10 وبيزود لي التناغم شويه. ماشي رح ناخذ الايكون ستيشكوف، بس والله لانه التناغم بالمره بيض يا جماعه. طيب المحصله ماشي، شو الخطه منار بالضبط؟ الخطه كالتالي ماشي، مش هيكون عندنا لعيبه من كل الانديه، حيكون في من ميلان، وحيكون في يعني طبعا حيطلع داني الفيش ببدايه الجيم، حينزل يا جماعه الخير ماركينيوس ماشي، يلعب سي بي او من الان يعني ممكن اني ينزل ماركينيوس بس بينقص تناغم. فهيك بيكون عندك من ميلان، عندك من ريال مدريد، عندك من باريس، عندك من السيتي، وعندك بيبقى بايرن ميونخ اللي هو مولر حينزل كان ببدايه الجيم يعني مكان اللي هو جورج بيست. فبيكون عندك من الخمسه الفائزين بالدوريات، ممكن بس دياز يحسب ليفربول، ممكن ننزله نعطيه فرصه يعني عاد نشوف. المهم انه عندي من كل الانديه اهم شيء. هات مدرب، ممكن كنسله يمين طبعا نحاوله عادي كمان. هذا اللي مين بيزود؟ بيزود لبنزيما ومين؟ لمودريتش، وهذا بيزود ماشي ماشي. الدوري الايطالي افضل، ممكن سقراط مكان بيست كمان. والله فكره انا شلون ما فكرت فيها يا اخي، ما شاء الله المخ عندي هاليومين محتاج لمخ جديد، محتاج قطع صيانه. هيك ممتاز، هيك ممتاز، تناغم 95 معناته جورج بيست ممكن ينزله ببدايه الجيم اذا حبيت عادي. يلا والله تشكيله الجلد والله. او ماي جاد، وعنده ميليتاو كمان ومودريتش، نفس اللي عندي يا جماعه ميليتاو ومودريتش. جيب جيب لنشوف. طيب مبدئيا مشان يكون عندنا من كل الانديه مثل ما قلنا، حينزل مولر، توماس ميلير، وحينزل يا جماعه الخير اللي هو ماركينيوس، حيلعب سيبي، وكانسيلو ظهير يمين، وثيو هرنانديز ظهير يسار. يعني انت عم تحكي الدفاع من اربع دوريات، عرفت؟ عندك دوري انجليزي، دوري اسباني، دوري فرنسي، دوري ايطالي، وهون عندك دوري ايطالي، اسباني، الماني، اسباني، انجليزي، كل شيء، كل الدوريات موجوده ماشي. فيلا نقول بسم الله ونبدا. طبعا انا راح ابلع جوال 100% لانه حارسي لا الكون يعني، فلازم نسجل. يا عيني اللوكا، يا عيني اللوكا، روح روح يا مودريتش. يو يا جماعه مودريتش خفيف. وين 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 دفاع يا شباب؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، والله حرام يسجل هيك جول سلكان. حارس هيك، انا كل مره بدي ابلع من اول مباراه. حلو حلو، يا سلام يا الفودين، يا سلام يا الفودين، الله التعادل من بطل الدوري الانجليزي. ويلكم يا الفودين، تعال يلا. يو يا البنزيم، اوب 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 اوب، حط يا الفودين يا اخي، بدي اياها لبنزيما كانت، انا بس مشان الدوري الاسباني. يلا وسي بلوك بلوك يا اخي مولر، انا اول مره بلعب فيه من يمكن اربع سنين ما لعبت فيه مولر. لا من بطل الدوري الهولندي اياكس يا جماعه، هذا بيعرفني اكيد، هذا بيحتفل على الاحتفاليات بيعرف انه عم يلعب ضدي، انا متاكد متاكد عم يحتفل سي وهلا عم يعمل قلب ومدري شو. اوه الحكومه البنزيم، يا عيني الحكومه، ربي عيب، الله عليك يا حارسنا، والله وحش، ما توقعته حيصد اصلا. يلا شباب يلا، مشان نسجل، مشان نسجل بكل الدوريات بدي اسجل اليوم، وبالمره حط مولر مهاجم. بالله عينكم على هكذا هجوم، بالله عليكم ارايتم هكذا هجوم.
يلا يا ماركينيوس روح يا ماركينيوس روح 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 راح اعطيك احلى رفعه ماركينيوس يا حرام يس اه ماي جاد يا رجل بدي اسجل فيه مالي عرفان ايوه بلعنا صح تفلسف تفلسف للتشبع كأنه الفكرة ما كانت أفضل شيء خلينا نلعب ممكن يصح ورا يا شباب المهم نفوز والله ما أدري إن شاء الله أوه يا ثيو بذكريات الهدف لحسب الدوري أوكي أخي إهدى عاد إهدى أزعجتنا يا الله لا لا يشوط حارسنا الله عليك شو بده يرفع على الجول مباشرة يعني ولا شو الخطة لا 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 حط لي ستارت عدل عدل خلص خلص ما تبدي تسجل بأبطال الدوريات مهم فوز مرار حرام الحكومة يا الله حط حط تكتيك هجوم تعال تعال يا فودي تعال نزل لك مهاجم نزل نزل بريس 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 يا شباب بريس ضغط 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 بدي اياكم تضغطوا ضغط بس يعني اعطي تعليمات هجومية اهجم يا كنسل اهجم اهجم كله كله يهجم كله يهجم حرام على الباص الله يا مولار الله اخ 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 وربي حرام ربي حرام ما بعرف شلون خسرنا والله انه تمسخرنا كثير شلون خسرنا انا ما بعرف يا جماعه او ماي جاد اوه بس والله حرام والله حرام مسخرت كثير فشو بقول لكم متابعه المقطع هيك نقدر نقول نوصل للنهايه ان شاء الله تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا بالمقطع لا تنسوا اللايك بالنهايه والاشتراك بالقناه اذا ما كنتم مشتركين بدنا نوصل مقطعنا هذا يا جماعه فوق 40000 لايك ضغطوا على اللايك مهم واشتراككم بالقناه ايضا اذا ما كنتم مشتركين اكتبوا لي شو حابين نعمل رفضه الفتره الجايه تحت بالتعليقات حساباتي بالديسكربشن تابعوني عليهم وبس هذا اللي كان اليوم في امان الله